أعلنت شركة فايزر عن تطوير دواء جديد لعلاج فيروس كورونا، قالت أنه يقلل من خطر الوفاة ونسب دخول المستشفى بنسبة 89%، وتخطط الشركة لتقديم نتائج تجاربها المؤقتة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية قبل الموافقة على الاستخدام الطارئ للدواء، وهي عبارة عن حبوب تؤخذ بالفم. يأتي ذلك فيما سجلت ألمانيا أعلى ارتفاع في الحصيلة اليومية للإصابات منذ ظهور الوباء، وفق ما أظهرت أرقام صادرة عن معهد روبرت كوخ، حيث دعت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة أخذ الجرعة التعزيزية التنشيطية، وكذلك إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية للسيطرة على الوضع هناك. تتسارع وتيرة انتشار كورونا في أوروبا وسط مخاوف من أن تتحول إلى بؤرة جديدة للجائحة، وحذرت منظمة الصحة العالمية من تسارع وتيرة انتقال العدوى بين الدول الأوروبية، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى رفع عدد الوفيات إلى 500,000 بحلول فبراير المقبل، فيما وصف المدير الإقليمي لأوروبا في المنظمة القارة الأوروبية بأنها أصبحت مركزا للجائحة، وذلك بسبب تخفيف إجراءات مكافحة الفيروس والتغطية اللقاحية غير الكافية. وتجتاح الموجة الرابعة الجديدة ألمانيا بشكل خاص لتسجل أرقام قياسية تجاوزت 33,000 إصابة يومية، الأمر الذي دعا السلطات الصحية الترويج لتلقي جرعات تعزيزية ضد فيروس كورونا المستجد من خلال مبدأ موحد، إلا أن الأولوية ستكون لكبار السن وأفراد الفرق الطبية والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة. وتشهد كل من رومانيا وبولندا موجات قوية من الفيروس القاتل، بينما تسجل إسبانيا وفرنسا وبريطانيا أرقاما كبيرة في الوفيات والإصابات يوميا، في حين تعمل إيطاليا على توسيع حملة التطعيم الوطنية لوباء كورونا لتشمل الأطفال. وبموازاة ذلك، منحت السلطات الصحية في بريطانيا الضوء الأخضر لاستخدام أول حبة مضادة لفيروس كورونا، والتي يمكن أن تقلل من دخول المستشفى والوفاة إلى النصف، وذلك بعد أن وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على استخدامها. وإلى روسيا، حيث قام الجيش بتشكيل احتياطي من قوات ووسائل الخدمة الطبية العسكرية للمساعدة في علاج المصابين بكوفيد 19، كما شهدت البرازيل التي تأتي في المرتبة الثانية عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد خلال الأسابيع الأخيرة.